لأنه إحنا اللحمة بصفة عام ملول يكون ميسبل يتعدى بتروازي تاب ثلاثة مراحل، ملول يكون عضلات ساعتين الويلة يكون عضلات، معناها أنت كان تشوي اللحم في الساعتين الويلة تلقاه حتى القاسي دونك كي تاكلو ماهوش طري اللحم، دونك أنت ماكش تقعد تاكل في اللحم، سي با دو لا فيوند سا عضلات لي ميسك لي ميسك فوالا. لأن علاش؟ يلزمنا نخليوه يرتاح، لأن فما فاز الأولانية تستغرق تقريبا ساعتين، ثم ديزونزيم في المكونات نتاع اللحم الداخل نتاع الكركاس، دونك ينشطوا باش يعملوا الماتيوراسيون نتاع اللحم، باش يولي ناضج باش يتحول من ميسكل للحم. من ميسكل للحم. للحم. فوالا. هذه تستغرق على قليل الفترة الأولى بين ساعتين وثلاثة سوايع. واضح. دونك. مهم وان نخليوه على قليله التسويه باش يتحول باش يتحول فوالا، لانه اذا كان مش نمشي ومش نطيبوه من الاول باش تلقاه القاسي اللحم على ماهوش طري بالكل تاكل في ميس. اما هاي العاده نتاعنا ذبحت منها ساي هو يخرج، هو يخرج منها صار ساي تتحل المشوه ساي يقول لك مازال فرشك، انا نسمع كلمه مازال فرشك، وهذاك علاش تلقاه قاسي اللحم حتى اللي ياكل تلقى صعوب مش كيما اللي يخلط بعد ساعتين. صحيح العركه هاي دونك هذي كنت شرف اه دونك مش بالي معناتها فريشك مش لا العكس تخليه يعمل الماتيوراسيون، قد ما يعمل الماتيوراسيون قد ما اللحم يولي بنين اكثر، لانهم لي زونزيم هذوكم مش يحولوا الميسكل للحم من ناحيه الجو من ناحيه التركيبه زاده تاع اللحم زاده بالطبيعه طبعا عليه، خاطر لي زونزيم هذوكم مش يحلوا ثم مواد مكونات موجوده في وسط اللحم في وسط الميسكل هذوكم في وسط الكركاس مش تتحول، دونك على ب ب ب بالليزونزيم هذوكم يحولوهم، دونك يخلي لك الجو من بعد نتاع اللحم الطعم نتاع اللحم هذاك، ومن بعد زاده مش يعاوننا على الكونسيرفاسيون نتاع الخزن نتاع اللحم طبعا طبعا. دونك ساعتين هذوكم مهمين، ساعتين ثلاثه الاولى ماذا بينا ما نخليوه في بلاصه مهويه بعيد على الشمس، ومن بعد نحطوه نشدوا اللحم كذا معناها نقطعوا اللحم ونبداو من ساعتين فما فوق اللحم اللي مش ناكلوه في الثلاث ايام الجايين نحطوه اللوطه في الفريجيدير معناها في درجه حراره بلس 4 دوغري واضح هذاك مش يتاكل ديجا هو في بالك مش يكمل الماتيوراسيون تاعو لانه هو ال 72 ساعة الفترة الثانية لازم ما استكملش الكورب الثانية هي من ساعة من ساعتين ثلاثة توصل حتى ايش ل 72 ساعة يولي اللحم كامل، دونك أنت كي تخليه اللوطة بلس 4 ديغري ينجم يكمل العملية نتاعو ومن بعد تلقاه باك يجي طيب النهار الثالث تلقاه بنين، تلقى اللحم بنين حتى القوة تلقاه بنين، مش عبارة طيب في حاجة فيها كأنها ماء، لاحظها أنت كي تخرج حاجة من الفريجو إذا كان ما خليتهاش تعمل الديكونجيلاسيون الطبيعية نتاعها كاينك طيب في البلاستيك. صحيح بلاستيك بلاستيك. بلاستيك بلاستيك. واضح به. هذه صحيح اللي قلنا اللي قمنا نكملوا مازلنا. دونك اللي مش نطيبوه نخليوه ثلاثة أيام الجايين نخليوه لوطة والآخر نطلعوه نحطوه في الساشيات بالطبيعة أليمونتيغ الصحية هذيك ما نحطوش في الساشيات اللي يجي شو نجي نحطه في أي ساشية. ذكركم الساشيات أليمونتيغ راهو تلقى فيهم التصوير نتاع الفرشيتة والكاس. هاكا ساهلين باش أي واحد ساشية فيها فرشيتة وكاس هذيك راهي معدل الخزن للأطعمة والأغذية. تنجم تحط فيهم وتن على روحك. صحيح. من الخضرة للغلة للحم للحوت كل شيء تنجم تحط فيها. دونك واللي مش نخليوه دونك مش نخزنوه موان 18 دوغري في الفريكا. نحطوه في الفريجو واذا جبدتوا تستاهلوا بالطبيعه في النهار وتستاهلوا سي فيني ومش نرجعوا احنا وقتاش حطيناه؟ حطيناه في الفاز الاولانيه وقت اللي هو عنده ثلاث سوايع هكا ولا اون بلوكي لي زونزيم هذوكم اون بلوكي سيستيم السيستيم كامل بلوكيناه احنا وقفنا العمليه الكل العمليه الكل ومش نكونجيولي نعملوا له كونجيلاسيون في الليطا هذيك مهم ياسر من بعد كي نجيو نخرجوا مش نطيبوا به يلزمنا نخليوه يعمل ديكونجيلاسيون نتاعو الطبيعي، انا مش نطيب نصف النهار ولا ماضي ساعة مثلا نخرجوا الصباح قبل ما نخرج الخدمة.